السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم، مرحبا بكم أيها الزوار الكرام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة جميلة ورائعة جدا كيف تقوم بالحصول على الإيميلات الخاصة بأصدقائك على الانستغرام بطريقة سهلة جدا، على ما أعتقد لم يقم بشرحها أي شخص على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله سوف أريكم كيف تقوم بالعثور على الإيميلات الخاص بأصدقائك على الانستغرام بطريقة سهلة جدا. كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف نقوم بشرحها. قبل ذلك أدعوك أخي الكريم وأختي الكريمة إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. شرحنا في العديد من الحلقات كيف نحصل على الإيميلات من خلال الفيسبوك، كذلك قمنا بشرح مجموعة من الأمور فيما يخص هذا الموضوع، لكن اليوم إن شاء الله فالموضوع مختلف قليلا من نوع ما. سوف نشرح كيف نقوم بالحصول على إيميلات من خلال حسابك على الانستغرام، أي من جهة الاتصال الخاصة بك. فمثلا أصدقائك على الانستغرام تريد أن تقوم بمعرفة الإيميلات الخاصة بهم، لكن لا يمكنك أن تقوم بمعرفة كل الإيميلات الخاصة بالأصدقاء الخاصين بك. هناك بعض الأشخاص سوف تقوم بمعرفة الإيميلات الخاصة بهم، وهناك أشخاص لا، فقط سوف تقوم بالتعرف على اليوزر الخاص بهم. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بشرحه إخواني الكرام. سوف نتوجه إلى حساب الانستغرام. كما تلاحظون هذا هو حسابي على الانستغرام. هنا سوف تجد المعلومات الخاصة بالصفحة الخاصة بك، تقوم بالنقل عليها على هذا النحو. بعد ذلك تتوجه إلى الإعدادات الخاصة بالحساب على هذا الشكل، ثم تتوجه مباشرة إلى هذه الخيارات الخاصة بالإعدادات الخاصة بالحساب. الآن كل ما علينا أن نفعله إخواني الكرام هو أننا سوف نقوم بالتوجه إلى إعدادات الخاصة بمانج كونتاكت، نقوم بالنقر عليه على هذا الشكل. بعد ذلك أنا سوف أعطيكم بعض المعلومات. أعتذر لكم على أن الحساب باللغة الإنجليزية، أردت أن أقوم بتغيير اللغة لكن لا توجد العربية. نقوم بالذهاب إلى لالونغ، فلاحظوا معي هنا لا توجد العربية، لكي أتمكن من كما قلت مشاهدة الصفحة باللغة العربية، لكن لا توجد كما تلاحظون. لهذا سوف نكتفي فقط بالشرح اليدوي أو باللغة الإنجليزية. كما تلاحظون هنا عدد الإيميلات، كما تلاحظ ساوند، كما تلاحظ كونتاكت 279. هذا هو الإيميل الأول، كذلك هنا إيميل آخر، كذلك هنا إيميل آخر، كما تلاحظون هنا كذلك إيميل آخر، كذلك هنا إيميل آخر. هنا استخدام الهوت ميل علم أعتقد بكثرة، كما تلاحظون هذه الإيميلات الخاصة بالأصدقاء على الانستغرام كما تلاحظون معي إخواني الكرام. هنا لديك العديد من الإيميلات كما تلاحظون، وهنا سوف تجد اليوزر الخاص ببعض الأصدقاء الخاصين بك كما تلاحظون معي. تجد فقط اليوزر الخاص به كما تلاحظون. هنا لديك مجموعة من الإيميلات كما قلت. هذه الطريقة سهلة جدا، وهنا يمكنك أن تقوم بعملية حذف كل هذه الأشياء إذا كنت تريد. هذه الطريقة إخواني الكرام سهلة ورائعة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم إخواني الكرام. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.